شو كيف كان جمعة الماضي؟ رائع. انبسطوا العالم فيك؟ واو مان. شو؟ كيف؟ كله؟ كله حلو. انبسطت كثير بهالعالم، رفقاتي كثير انبسطوا فيني على التيفي، عرفت؟ أول شيء كنت عم شوف ستوريات وهيك، كل رفقاتي حاطين لي صورتي وهيك، قلت أخ حاطين سكرين، عرفتوا عن يحضروني انه لان نفس الصوره كلهم منزلينه. ايه شو طلع؟ لانه فارت حدا عن يحضر اخينا منه وبعت واحد بعتك. كيف عرفت انا رفيقي بالمانيا؟ عرفت نزل نفس الصوره يعني، قلت اجيبها لنا. لا كانت حلوه كثير وبيسالموا علاقه. انبسطت بتطلع على التلفزيون؟ حلوه طلعت. غير المسرح؟ ايه ايه غير اي احلى المسرح. خبرني على فكره كلهم بيسالموا عليك وعلى الشباب كلهم، وودوا لي معكم معي لكم سلامات صراحه كثير، كل العالم بيسالموا عليك. سلمنا عليهم اكثر ما بتستاهلوا يعني. طلع فيي لالي بس اكثر ما بتستاهل. قل لهم باي 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 باي، ارجع اعملوا خليه يعني. انبسطوا بمشرم؟ انبسطوا بمشرم؟ ايه كثير كثير خير الحمد لله. شفت قصار يا زلمه اشي هاي العاصفه اللي جت علينا؟ هيدا العاصفه ايه الياس؟ الياس اسمه ما معقول. اول شيء خلينا نحكي على اسمه، اسم العاصفه الياس كيف ما انتبهوا لجنود الراب هيك قصار بجوني وبدبي وبالدنيا. اشي عرفني من بعدين اشي هذا. انا بالنسبه لي هاي ماي عاصفه، نقطة شتي هاي تسموها عاصفة انتو بالوي عندكم يعني. بالوي؟ انا عندي وين مترين تلج، مترين تلج تبلش نقول له عاصفة، عرفت؟ عندكم مترين تلج تبلش تقول له عاصفة؟ عاصفة ايه. ايه. بتصير بدك تدوبني تجيبني على الحال يعني. بتصير بعدين لايك صراحة كل شيء صار على الأوتوسترادات وفيضان. أنا عم نتعالج مع هذا إيش اسمه لايف كوتش على التيك توك صراحة، عرفت؟ قال لي إنه تطلع عن نص المليان من الكباية. ايه. إنه ما كانت بول بارتي صراحة بجوني يعني. هيك اعتبرتها أنت؟ تفائلت؟ تفائلت أكيد. وحرام يعني وزير الأشغال والبلديات عن يكبوا هالإنجاز على بعضهم، واحد بيقول له لا انت الحق عليك انجاز البول بارتي عليك. حرام والله حرام. ايه عم بيكبوا على بعض. ايه ونحن قاعدين بالنص، عرفت؟ عم نتفرج بين بون عن يلعبوا فينا. نحن عم نبرم عبوات نتصاب يعني. انت وين ساكن؟ بشاري. عم تنزل كل يوم؟ ايه بس بقى تفاجأت والله. سوري على هلا رجع يعني بالشتاء. يعني بالشتاء ثلاث ارباع الحلقات يمكن ما تكون موجود. ايه قلت لك بدك تدوبني وتنزلني تعب الحال. وشو بتعمل بتفاح؟ شو بتعمل تفاح؟ شو بتشتغل؟ شو بتعمل؟ لايك ما بقى في تفاح يا حرام يعني، احترق دين من كمان نطلع عن نص المليان من الكبايه. صار له فتره التفاح ما هو عم ينباع بشعري يعني بكل لبنان، عرفت؟ نطلع بالنص المليان انه عم نلاقي مواهب عنه. من امي صارت مخترعه مدري كم نوع من قصص بالتفاح، دبس التفاح، مبيد التفاح. لما تكبون هيك النهار عملت لي ساندويش التفاح مع دبس الرمان يعني. طب خبرني ببيروت شو بتنزل ببشاري؟ بس تنزل على بشاري بتنزل على برنامج بتطلع؟ ايه كنت عايش بالصيف ببيروت بس ما حبيت العيشي ضاجي اذا عمي رجعت طلعت على رجعت طلعت. ايه طب بالشتي شو بتعملوا؟ بس تتلج كثير وشو؟ نقعد بالبيت نتدافى ببعضنا. هذا هو بس الاكتيفيتي اللي بتعمله؟ شو بنعمل اكثر من هاي؟ بتطلع على الارز عندكم بالارز بتعمل سكي؟ انت بتعمل سكي؟ رو انا بعمل سكي من عقلك. لا انا بنعاز ترينو بيقعدوا علي.